كتبت مقال انا مش مسيحي عشان حد يضطهدني. الحقيقه دي واقع حصلت وانا كتبتها كمقال ساعتها. كنت في المستشفى قاعد وزميل ليا دكتور، الدكتور ده يعني انا في الثانويه العامه انا اللي عملت له الطوابع بتاعت الاختيار الكليات، فكان عايز يحط الحقوق في الاول وبعدين يحط الطب. قلت له حقوق ايه وانت مجموعك كبير قوي، انت تحط الطب في الاول وبعدين حقوق ايه؟ طبعا هو دخل كليه الطب وتخرج. احنا في المستشفى جم ادوله جزء بدون وجع حق. احنا قاعدين وانا قاعد لقيت واقف يقول لا لا انا مش نصراني عشان حد يضطهدني، انا مش نصراني عشان حد يضطهدني. عجبتني قوي الجمله دي، يعني مبرر انك تضطهد في مصر انك انت نصراني. طلعت كتبتها مقال انا مش نصراني عشان حد يضطهدني بقلم الدكتور وجيه رؤوف، ونزلت على النت. اكتبوها هيطلع لكم المقال والقصه زي ما هي موجوده.